متلازمة تهيج القولون من الاضطرابات الشائعة التي تصيب الأمعاء الغليظة، وعادة ما تزداد أعراض تهيج القولون سوءا بعد تناول الطعام، وقد يستمر تفاقم هذه الأعراض لعدة أيام، وبعد ذلك ستبدأ بالتحسن حتى تتلاشى تماما. وقد يكون عدم تحمل الجسم لبعض أنواع الأطعمة من أحد أسباب تهيج القولون. وبشكل عام فإنه هناك العديد من العوامل أو أسباب تهيج القولون المحتملة التي قد تؤدي إلى الإصابة بتهيج القولون، وفيما يلي خمس من الأسباب التي تؤدي إلى تهيج القولون العصبي. أولاً الكافيين. وفقاً لدراسة أجريت عام 2016 ونشرت في مجلة نيرس براكتشينرز الطبية، فإن القهوة هي واحدة من 10 محفزات للقولون العصبي، وذلك بسبب محتواها العالي من الكافيين الذي يتسبب بعسر الهضم وتقلصات في الأمعاء، لذا ينصح بتناول كوب من القهوة أو الشاي في اليوم فقط. ثانياً القلق والتوتر، حيث لوحظ وجود هذه المشاكل عند العديد من الأشخاص المصابين بتهيج القولون. التعرض إلى القلق والتوتر المستمر والإجهاد النفسي يؤثر بشكل كبير على القولون العصبي، ما يزيد من حدوث الأعراض. لذا ينصح الأطباء الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي بالابتعاد عن التوتر والقلق. ثالثاً البصل. من الصعب تخيل الطبخ بدون بصل، ولكن لسوء الحظ يعد البصل أحد مسببات متلازمة القولون العصبي المعروفة، نظراً لكونه غذاء عالي الفودماب. الفودماب هو عبارة عن كربوهيدرات قصيرة السلسلة تؤدي إلى تفاقم أعراض القولون العصبي. لتجنب تأثير البصل على القولون العصبي، ينصح الخبراء باستخدام الجزر أو الكرفس أو الفلفل الأخضر في الطهي بدلاً من البصل. رابعاً الفركتوز. يمكن أن يكون الفركتوز سيئاً إذا كنت تعاني من القولون العصبي، وهو موجود في المشروبات المحلات والمخبوزات المصنعة، كما يوجد بشكل طبيعي في العديد من الفواكه والخضروات بما في ذلك التفاح والموز والبروكلي والملفوف. إذا كنت تعاني من الانتفاخ والغازات وآلام البطن والإسهال، فقد تكون هذه الأطعمة الصحية هي السبب. لتجنب عسر الهضم المرتبط بالفركتوز، يوصي الخبراء بالاستغناء عن المخبوزات الجاهزة وكذلك عصائر الفاكهة المحلات والمشروبات الغازية المليئة بشراب الذرة عالي الفركتوز، كما يوصون بالحد من حصص الفاكهة إلى نصف كوب لكل وجبة. خامساً الاكتئاب. وفقاً لدراسة أجريت عام 2016 في جامعة رييكا في كرواتيا، فإن الاكتئاب عنصر مهم للمرضى الذين يعانون من القولون العصبي، كما هو الحال مع القلق يغذي كل من القولون العصبي والاكتئاب بعضهما البعض. يمكن أن يؤدي الاكتئاب إلى ظهور أعراض متلازمة القولون العصبي، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الحالة المزاجية السيئة. في النهاية يتضمن علاج تهيج القولون التزام الشخص المصاب ببعض التغييرات في نظام الحياة اليومية والنظام الغذائي، إذ إن هذه التغييرات قد تكون في بعض الأحيان كافية للتخلص من أعراض تهيج القولون دون حاجة اللجوء إلى استخدام الأدوية. فعلى سبيل المثال يفضل تجنب الأطعمة التي قد تحتوي على بدائل السكر كالمواد الخالية من السكر أو العلكة وغيرها.